الساده والسيدات الحاضرات والحاضرين والقائمين على الحضور، كيف قلت في البدايه اذا لاحظتوا ما تكلمتش على الشباب في ذاك الخطط اللي تكلمت فيها، كنت متعمد لان كيف قلت في البدايه وشفت في الحديث على هذه العلاقه التوصيف علاقه الشباب والثقافه هو موضوع اشكالي وخضنا فيه نقاشات لا على المستوى البحثي والاكاديمي واللقاءات والندوات ولا حتى نقصنا القطع وكنا تنسيرو وتناقشو وتنمارسو الواقع تنديرو النظريه الواقع. ونعطيكم ثلاثه ديال المدارك. اولا ينبغي الانتباه، هنا تنتكلم موقعات، ربط الفكر بالممارسه. في بعض الكلمات والمقولات اللي ربما تعودنا عليها بحكم التداول العام الى اخره، وهي احيانا مقولات ومفاهيم مجانبه للصواب. ساعطيني لما تنتحدثوا دابا الان في ندوه مثل هذه او في غيرها تلقاها في الجامعه والطلبه الباحثين تنتكلموا من خلال الدستور ديال 2011 على التعدد الثقافي والتعدد اللغوي. ولا نميز بينهم، المغرب ليس فيه تعدد ثقافي، هذاك المعنى السياسي اللي قد يحيل الى اشياء ما عندناش. احنا عندنا تا مغربيت هو عنوان، وفتا مغربيت فيها مكونات وروافد، بمعنى عندنا تعدد غنى تنوع ثقافي وفني وتراثي، لكن عندنا الثقافه المغربيه واحد، الثقافة مش الثقافات، الثقافة. لذلك دستور لما حدث المجلس سماه المجلس الاستشاري للغات والثقافة المغربية، علاش الثقافة المغربية؟ إذا هذا مفهوم أرجو من الباحثين، لأن هذا هو اللي تيرى وجوه آخرين باش يدخلونا بشي جوانب أخرى عندها طابع سياسي حنا ما عندناش. ولذلك دائما كنا تنقولوا في المراسلات الارضيات اللي تنوجدوا في الدراسات على مستوى الوزارات هي جزء من التعبئه ديال القطاع. تنقولوا التنوع الثقافي في اطار الهويه الثقافيه الموحده او الموحده، اما بالكسره او بالفتح. اذا هذا استعمال مهم. الاستعمال الثاني الذي ايضا يبعث تيقول الفرنسي سابخيت الكونفيزيون، لما تنهضروا على السياسات العمومية أو السياسات الثقافية الموجهة للشباب، لا يمكن أن تكون هناك سياسة ثقافية عمومية موجهة للشباب لسبب بسيط موضوعي وفلسفي ومنطقي وأنثروبولوجي واجتماعي كما بغينا. ما كاينش شي حاجة سميتها الثقافة الموجهة للشباب، الثقافة الموجهة للمرأة، والثقافة الموجهة للطفل، نو. نقلبوا الآية، شباب كاين السياسة الثقافية أو السياسة العمومية في المجال الثقافي في البلاد ديال الدولة المغربية، السياسة العمومية في المجال الثقافي كله. وفي وسط السياسة العمومية كاين برامج ومحاور موجهة لكل فئة المجتمع. ما يمكنش تكون عندنا سياسات مثلا السياسة الثقافية للشباب، السياسة الرياضية للشباب، السياسة التصنيعية للشباب، السياسة العلمية، ما يمكنش. كاين السياسة العمومية وراه كاين فرق ما بين السياسة العامة والسياسة العمومية. إذا نعطيكم مثال، التجربة اللي تشرفت وكنت فيها بالدربين، ونعتقد بأنكم إذا بحثتوا ورجعتوا للوثائق تلقاو لي أول مرة في المغرب، أعتقد أحد الباحثين شارلها مشكورا ربما راه درس هذا الشيء، كانت عندنا سياسة وضعنا سياسة عمومية في المجال الثقافي. شنو سميناها؟ سميناها يعني السياسة العمومية المرتكزة على المبادئ الخمس. وهاد الخمس ماشي اعتباطية، خمسة راهي من الجمال المغربية كذا، واحد الرقم تيعني للمغاربة بزاف ديال الحوايج، خمسة وخميس، خمسة، بزاف ديال الأشياء. هاد الخمسة المرتكزات هما الآتي، وغتمشيو تبحثوا في جوجل تلقاو حصيلة قطاع الثقافة من 2012 يعني مباشرة بعد الدستور ديال 2011 إلى مارس 2017 ماشي 16، حنا الحكومة الوحيدة اللي دوزت أكثر من الماندا ديالها 6 شهور، دازت الماندا الدستورية، علاش؟
لان كان البروكاج اللي وقع معنا حول حكومه بن كيران الاولى وزدنا ست شهور اخرى كان خصنا نساليو في الاخر العام سينا حتى النهار 800 خمسه المرتكز الاول سميتو او العنوان ديالو البارز النهج سياسه القرب في المجال الثقافي وهذه على شباب لا نساء لا اطفال شنو هي سياسه القرب لابخوش دو بروكسيميتي يعني سياسه عموميه تشمل المغرب من طنجه للكره في المجال الثقافي وفي كل مجال جغرافي من هذه المنطقه من مناطق المغرب ما تميزوش شباب الثقافه عرضان الى حق لكل المواطنين طبعا الشباب عنده واحد الخصوصيه في وسط المجال الثقافي اللي تتهم الهوايه ديالو والطبع ديالو والسن ديالو المرحله البيولوجيه ديالو والطفل كذلك حتى امور تفريعات من الثقافه كثقافه في اطار سياسه عموميه هي موجهه للمجتمع بكامل بحال السياسه ديال الفلاحه هل هي موجهه للفئه ديال القرويين والمدنيين واللي عندهم لي السياسه الفلاحيه كتغطي الحاجيات المغاربه كامل السياسه ديال التربيه والتعليم موجهه للمغاربه كلهم في كل المناطق وبكل فئاتهم فقط لتمشيو ننظموا في البناء تنقولوا هذه وزاره التربيه الوطنيه فيها التعليم الاساسي كذا وهذه الجامعه وهذا البحث العلمي ولكن هي في كلها منظومه التربيه التكوين المغاربه كامل قلنا البعد الاول هو نهج سياسه القرب شنو كتعني سياسه القرب كتعني رد السياسه البرامج والافكار والحلول المشاكل باش قرب بمعنى الوزير والبرنامج اللي جاي من الدوله كيمعامل القرب مع رئيس الجامعه مع دار الشباب مع الجمعيات مع النوادي سي سا لابخوش دو بروكسيميتي انا عندي برنامج سياسي كحزب صوتوا عليا المغاربه طلعت خديت الحقيبه جيت جلست معكم درت معكم مقاربه تشاركيه في البدايه كل واحد عبر على شنو خصو وضعت البرنامج القطاعي هذه السياسه العموميه حددت ليها المحاور واللي زاكس اللي غنخدم عليهم والمحور الاول هو نفس سياسه القرب ثاني هو دعم الابداع ومواكبه المبدعين سيتادير soutenir la créativité et soutenir les créateurs يعني الفعل والفاعلين هنا شنو هي هي الشراكه اللي دارتها الوزاره في اطار برامج ديال الدعم ديال ربما حنا دولي اللي وضعناها في المغرب بالمناسبه دعم الكتاب دعم الفنون دعم المهرجان حنا درناها دفاتر التحملات ما كانتش تجينا كان الدعم زيد تعطى هكذا الواحد وزهرو حنا قعدنا في اطار السياسه العموميه علاش باش نديرو دار مقرضات شي واحد تكلم في محاضره ديال مقرضات الشان الثقافي باش تولي جمعيه المسرح الزاكوره كتاخذ حقها في الدعم كتلقى دفتر تحملات ما فيهاش وقت تعرف المستشار ديوان وانت عارف قالته في العرس ثالثا الصيانات وتتميم الدورات هذا المشكل اللي راه حنا ضايبين الهيلان والهاي ولا تبعتو اليوم في اسبريس راه خارج لي مقال والبارح ولا البارح كان عندي سميتي انت تدخل على الزنج المغربي سيتي كرئيس ائتلاف معنا خرجنا من المسؤوليه ولكن لا زلنا في الساحه نترفع كمدنيين كحقوقيين ما تنميزوش ما بين كنتي مسؤول وكنتي كدير الواجب المواطنه ديالك الرابع هو الحكمه الجيده حكمه جيده شنو لقينا القطاع عنده واحد الاولويات عنده واحد الطرق ديال تقديم الدعم عنده عاودنا درنا لا ريستركتوراسيون ديال القطاع من المراكز الثقافيه عاودنا درنا ريكيليبراج ديال كل فونكسيونير كتلقى الرباط قليل ترى الدار البيضاء وزاره الثقافيه كلنا كاينه هنا ايوا وكتمشي للزاكوره وشي بلاصه مركز ثقافي مبني عليه بجوج مليون درهم كتلقى فيه كاتبه واحد كيجي مره ما كيجيش ديك المدير يعني لقينا واحد الوضع نعطيكم مثال لقينا ثلاثه المراكز في المغرب من اجمل واروع وابدع ما يكون في مناطق نائيه ما كيدخلوش حتى 10 الناس وفي مدن فيها كثافه بحال الرباط بحال كذا اللي خصها يكونوا معايا كثير كتلقى واحد وماشي في المستوى اللي عندك اللي في منطقه نائيه وتعطيكم السميات من بعد كيس هذه المداخله نقولها لك يعني واحد خسرت فيه الدوله الملايير وخاوي وفيه هادشي اللي كتقولوا الفسيفساء وداكشي في المغرب الروعه منهم ولكن كيجي لوحد والبلايص اللي فيها لو فلو الديناميه والحركيه ديال الثقافه ها انتم تشوف الرباط تقلب على قاعه وما تلقاهاش كاين اربعه خمسه ولكن بالنظر انها العاصمه الثقافيه للمملكه خص يكون في كل مقاطعه ثلاثه اربعه ديال المراكز وسينما ومسرح الى اخره اذا درنا واحد المجهود
ودرنا 54 مركز ثقافي درجة ذيك الخمس سنوات وستة أشهر. 54 تتلي ما ندير حنا يمكن التجربة الوحيدة هاد التجارب اللي دازت من دستور 2011 الآن اللي إلا بغيتو نجيب لكم هنا المركز أعطينا الوضعية كيما دخلنا الإحصائية والتشخيص الأولي علاش دخلنا وأعطينا في كل سنة في تقديم الميزانية العامة الحصيلة القطاع عندي مكتوبة لكل سنة شنو دار 2013 2014 2015 2014 2014 بيجي من القطاع شنو تجد شنو من ناقص وأعطينا في الأخر سيدي فرصة مضغوط لحصيلة القطاع اللي دخلنا حتى خرجنا بل أفضل بالميزانيات شحال لقينا مركز شحال خرجنا شحال لقينا المعهد شحال سنة شحال كانوا الموظفين شحال كذا شنو اللي المهرجانات كل شيء كاين لكن مع المساف واحد العقبات اللي معايا في الهامش أو ربما ملك قال لي زوين هو سي نافول قال لي زوين هو ثقافة الاعتراف أنا مشينا باش نترافع أنا سالير في الحكومة هذه 10 سنين ولكن من حق المغاربة ومن حقكم أنتم اللي باحثين وكذا تقراوا أيضا محطات وتميزوا بعض الإخوان تيقول الآن دابا درنا الكيمين أنا ضداش وما قال الآخر درنا النداوي سي تخي غاف المغرب كيف قلت متحف تيمشي على رجلين ما كاينش الحضارة اللي عند هاد البلاد ما كاينش بلاصة أخرى وعندكم التغرر على الصين أقدم حضارة بشي وفرعي هذا ما كاينش عندنا في الصناعة التقليدية 4642 حرفة فقط أعطيوني دولة بها الجلد في المغرب الجلد غير الجلد العالم كله تيدير الجلد الجلد الرفيع والصناعات الفاخرة في الصناعة التقليدية عرفتوش تيتسمى في روبير ديكسيونير تي روبير لا ماغوكين غي سمي المغرب مغربية أو تا مغربية الجلد الرفيع هو لا ماغوكين العالم يبغى يهديكو فريز وين الجلد يدير لا ماغوكين اللي بغى يعطي شي ملك ولا شي رئيس شي حاجه مصايبه بالجلد ولا شي سيف ولا شي خنجر سي لا ماغوكين فورنيتور دو بيرو الفاخرين ديال الرؤساء ديال سي لا ماغوكين ناهيك على اللباس ولا داكشي ما كاينش الزليج الى اخره داكشي ما يعني لو كنت نهضر انا ما غنساليش حولي نقع عند شويه لان تنعيش هذا الحدث اللي واقع بكل اخر او البعد الخامس دبلوماسيه ثقافيه اللي تنهضر عليه دابا تهضر مثال بسيط 2016 نوفمبر شخصيا حضرت مثلت المغرب المتحف المعرض المتحف اللغه باريس اللي ترأسته الاميره وترأسه مدير مركز العالم العربي جاك لونغ وجاو له الشخصيات من كل لقاع العالم علاش كان ما يسمى بالاسبوع المغربي في فرنسا علاش كان تيهضر كيف كيهضر غير على حي قضاء وحده في التاريخ لو ماروك ميديفال شكون هي الماروك ميديفال هي المرابط والمحيط ما يمكن لكمش تحسوا بالفخر والاعجاب وتمشيو تشوفوا في اللوفر ماشي هنا في اللوفر اشنو داروا المغاربه اش قلنا المغاربه شنو الكنوز والروائع والمخطوطات كاين مخطوطات كاينه غير وحده في المغرب الاصليه خلي لي تصبوا لي تذهبوا لي راه برا ولا في تركيا ولا في عدد المغرب المغرب راه حضاره المغرب راه المغرب هو المغرب يكفي فخامه الاسم المغرب هو المغرب بغيت نقول علاش قلت هذا الشيء باش نتجنبوا حنا تنتقدوا وانا مع الطرح ديال النقديه وانا تنمارس النقد على تجربتي وعلى ذاتي والناس اللي تيعرفوني في الساحه راهم تيعرفوا سما لو ما تنحشمش من النقد بالعكس النقد مهم تيبني مي تنهضروا ايضا على الشباب السياسه ديال الثقافه او السياسه الثقافه الثقافيه المجهشه انا غنفاجئكم بالرغم من انني من اشرس المدافعين على ان الشباب خصو المساحه واكثر من المساحه المساحه كاينه دابا عرفتوا علاش حيت كيتسمى دابا ظهرت ما يسمى بلا نوفيل فاك الموجات الجديده او فنون الشارع الشارع الداوي كله
هذا العام بين السياسه والرياضه وتبداو غير ويا ريت اللي قدموا شي حاجه مزيانه واستحيل شي بعض الاسماء راكم شفتوا قصه طوطو بلا ما ندخل في هادشي لان انا واحد من الناس اللي عندي راي خاص في هادشي ماشي التواجد اللي ناقص ماشي الموقع الشباب في المجال الثقافي راه غازي الشباب واحد نوع الشباب او واحد نوع الشباب يراد له ان يغزو الفضاء نعم ماشي هذا المشكل المشكل هو الخلاصات ديال التقرير اللي داروا المجلس الاعلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي في عهد السيدي زهر بركه في 2016 بالضبط واللي كان العنوان ديالو ادماج الشباب عن طريق الثقافه هذا التعبير الصحيح شنو هي الثقافه؟ قلنا الثقافه المجتمع كله ولكن واحد الفئه فيه حيت فيها عند الكثير من المظلمات مشكله في القرايه في البطاله في التهميش جاب واحد العصر ما فيه ما يتشاف تعاني بزاف الشباب هنا فئه في قمه الحيويه وتنكبحوها مازال حنا ملي تنكبروا شويه وهذا تتكون صافي لا طلع تبقى تقرب ترتاح ولكن الشباب اوج الديناميه هو اللي حنا السياسه تنقولوا خصها تدمج الإدماج لانتيغراسيون اي سي با لو القضية السياسة نوجهوها لك، والسياسة راه هو فارق راسو فيها، ضير بسيط. أحلى فكرة وسمح لي اعتذر إذا انفعلت شي شوية، لأن هذا الموضوع راه وطني ومهم وخصنا نناقشوا فيه بعمق. إذا أنا شنو تنطالب؟ تنطالب بأن الحديث على نبتكر في المهن الثقافية الاعتذار وما اقترب وهذا ما يسمى الان عرض علامة الصناعات الثقافيه الخلاقه الثقافه راه ما بقاتش طرف راه ولات تاكل الخبز وتعيشوا الناس هنا وتاكلوا دورهم وتيديروا منها مستقبل اذا كيفاش نخلقوا ديناميه ديزاين ديستري كولتوريل الصناعات الثقافيه الخلاقه باش الشباب يندمج من خلال دوك الصناعات يعني اللي درنا المقاول الذاتي علاش ما تيديروش مقاولين فنيين وسطاء امبريزاريو عرفتوا امبريزاريو في مصر حنا ما نمشيوش برا غير في مصر مدير الاعمال الفني وفنانه ولا فنان ولا مسرحي ولا فرقه مسرحيه راه تيقبض سالير وخبره وتيدير المفاوضه وتيسيب العقود ها هي ميتي وزيد على ذلك زيد على ذلك ما نروحش الصناعه التقليديه في المغرب توكل المغاربه كلهم لازم الشرق يشربوا الصنعه ويمشوا عند المعلمين ماشي في المدرسه ماشي في الجامعه ماشي عندنا حنا في الندوه ما عندنا مراكز يمشي عند المعلم ويصبر كيصبر المعلم اللي كان تيعلمو المعلم ويدوز معاه واحد العامين ثلاث سنين ويفتح ورشه والدوله تدعمه وتعطيه في اطار المقاول الذاتي واحد التمويل باش يشري السلعه وباش يخدم وتعفيه من الضريبه خمس سنين انا تنعطيك توصيه دابا باش الشباب الثقافه يعيش ساهله خمس سنين شحال غتعطيه هذا الشاب الكريدي تعطيه غير 5 مليون يرهن الحانوت واحد واحد العام يتهنى بالكرا وجيب شويه الجلد ولا شويه الثوب ولا البلغه ولا داكشي اللي غيصايب ويجيب يخدم معاه يتعلم واحد 50 ميك عليه ما طلب منه حتى حاجه خمس سنين غادي يبدا يعرف في دبي وفي امريكا والحمد لله الحاجه ديال المغرب الصناعه التقليديه المغرب البلغه تتباع على 90 درهم يديها لدبي والامارات حتى نعرف وراه ماشي سمعوا تيبيعها بالاورو بالدولار يدير معرض شنو معرض في العام صانع الشاب il va gagner mieux que les enseignants de la fac. و تيخدم البلاد كيرسخ الحضاره وكيحافظ على الزليج وكيحافظ على الحضاره في الواقع. وعطيت واحد المثال هنا نختم به هذا النقاش الدائر لما درت معايا السيده في ميديا سولتني كيفاش نترافعوا مشكله قلت لها واحد الاقتراح بسيط بسيط جدا الطفل المغربي يمكن يعرف انا ما عندناش شي مجهود كبير ولكن دابا راه داير البوز والجزائري تيسبوا فيا بكل قد يعني حرقهم شنو بسيط قلت لهم حنا باش تبدو ساهل نتحداوهم هنا جيبوا لنا معلم واحد ديالهم يجي المغرب نعطيوه الطيب ديال فاس يعجنوا يطيبوا يقطعوا صايبوا لنا الزنيج فاس ولا صايبوا لنا نقولوا ديو ديك الجديد ديالكم ساهل اذا هاد الصنعه هذه هاد الصنعه 4640 تصوروا شحال توظف الناس لا دير برنامج انطلاقه دير برنامج ما عرفتش شي دير برنامج دفعم قدام شبيت المغاربه ماشي اسبانيول ماشي الاتراك
بغاوش الناس يفهموا هذه الارض السعيده العبقريه اخذتي معها. المغربي عبقري بالفطره، بالماء اللي تيشرب وبالهواء اللي تيتنفس وبالارض اللي تيعيش فيها وبالماكلة اللي تياكل باللباس اللي تيلبس. المغربي يشكلوا على بعضه وتتحطوا تهزوا تحطوا في الخليج يقول لك واو شحال زوين، غير هكذا ما يهضرش معاه. عبقري. استفدتوا لانه طويل. على كل حال اخر فكره كذلك من المفاهيم اللي خصنا نتجنبوها، قلنا هادشي ديال التعدد الثقافي نتبعوا ليه، قلنا القضيه ديال سياسات الشباب، ما كاينش سياسات الشباب، كاين الشباب والادماج عن طريق الثقافه. قلنا القضيه ديال مفهوم الثقافات باش نختم عشان واش هذا الشيء. الثقافه مفهوم عرفات، وزاره الصناعه التقليديه كتنتج الثقافه، وزاره السياحه كتنتج الثقافه، وزارة الصناعة والسيارات كتنتج الثقافة، وزارة الرياضة كتنتج الثقافة، تنتج القيم. بمعنى ما كاينش شي أخذ بين قطاع الشباب، الناس كاش داروا الشباب الدور، مشينا درنا ليهم كوطا في البرلمان هو النساء، ولينا مضحوكة. لأن شنو قالوا؟ قالوا غنديروا الشباب والنساء حق الكوطا يبقاو يدخلوا البرلمان ديريكت. شنو داروا؟ قالوا اللي عنده ولدو جابو، اللي عنده مرتو جابها، اللي عنده أختو جابها، إذا ها حنا مشينا نعطيو للشباب شكون داروا حبابهم؟ لا. تيخص دير الديمقراطيه، تيخص طرح الحريه، خص المرأة تهبط للشارع تنتخب، والشعب تعطيه اللمس في المجتمع باش يصوتوا عليه الناس، حيت ما عندوش تيصوت عليه حد، شكرا.